فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أذهب إلى محل لبيع الأجهزة المنزلية فأطلب منه شيئا معينا فلا يكون عنده، ويقول لي: انتظر يومين ثم آتيك به، وفعلا يأتي به ويقسطه علي، هل هذه المعاملة جائزة؟ مثل ما ذكرنا، إن كان شراه لك وسلم ثمنه بدلا عنك هذا قرض ربوي ولا يجوز. أما إذا كان شراها له يبي يبيعها عليك ولا على غيرك فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.